في ايه؟ ايه ده؟ بتعمل ايه من صباحيه ربنا؟ زي ما انت شايف بقص الزرع. طب خلاص سيب البتاعه دي وسيبك من قص الزرع ويلا بينا هنروح المعمل نحلل وكيف ما قال لنا الدكتور. لا يا اختي انا مش رايح في حته. روح انت المشوار ده لو لدد على قلبك قوي يعني موضوع التحليل ده. ايه ده؟ وانا احلل لوحدي؟ ايوه تحللي. ايه مش انت اللي قطعه خلفه وما تخلفيش وما تعبليش؟ يبقى انت السبب. مفيش راجل مسؤول عن عدم الخلفه. بس الدكتور حاتم قال غير كده. هو ده دكتور ده اللي يدور عليه الجاه محاسب ولا دبلوم صنايع؟ ايه يا بد دبلوم صنايع يعني كفته. وانت بتوصي حسك كده ليه؟ بقول لك ايه، فضيها سيره عاد واطلع من دماغي. مفيش راجل في بلدنا كلها حلل قبل كده. عايزان انا ابقى وش المجور واحلل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتزعق كده ليه يا جابر؟ لا يا سيد، انا كنت اقول لها حوش العروسه دي من وشي عشان ما هللش. لا انت كنت بتقول لها مش عايزه احلل. انت سمعت يا ست هانم؟ والله شكلكم متفقين. هو احنا يعني يا جابر عندنا اعز منك نتفق عليه؟ بقول لك ايه يا ست هانم، هو في ايه؟ مش انت بعت لنا من البلد مخصوص عشان احنا قاطعين خلفه؟ ايه اللي حصل يعني؟ يعني عاوزانا ليه نخلف دلوقت كده؟ طلعت بقى في دماغي بالعند فيك. ما تفهم يا جفل، احنا صعبنا على الست وربنا حنن قلبها علينا. لا يا كريم، انت بس اللي سابتي عليا مش هو. ده استقصاد عاد. انت اللي مستقصد نفسك ومستقصد مراتك معاك بجهلك ده.